السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم بدي أحذركم من نوعين من الشامبو موجودين بالسوق لاحتوائهم على جراثيم خطيرة. قامت الشركة الصانعة فويلبيا كوزميتيك باستدعاء نوعين من الشامبو لاحتوائهما على جراثيم قد تكون ضارة بصحة الإنسان، والدفعات المتضررة تم بيعها لسلسلة متاجر الكاوفلاند يلي قام مباشرة بسحبها وإيقاف بيعها على الفور. والمنتج الأول شامبو ماركت بيفولا بسعة 500 ملي، ورح أحط لكم على الشاشة اسم ورقم المنتج بالضبط. والمنتج الثاني هو دوش جيل 3 بـ1 للرجال، أيضا ماركت بيفولا بسعة 300 ملي، ورح أحط لكم على الشاشة أيضا اسم ورقم المنتج بالضبط. لذلك يجب الانتباه وعدم الاستحمام بهذين المنتجين لخطورتهما على صحة الإنسان والقيام بإرجاعهما فورا للكوفلاند. جدير بالذكر أنه بهذه الحالة يمكن إرجاع المنتجين واسترداد ثمنهما بالكامل حتى بحالة عدم تواجد الفاتورة أي وصل الدفع. هذا كان كشي لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، بتمنى لكم السلامة الدائمة، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو قادم.